FM. الكلمة ليك. راهو السي مجدوب باش يلاقي الفشل نفس الفشل اللي لقاوه الوزراء قبل اذا كان باش يخدم بنفس الاليات وبنفس طريقة تطبيق القانون اللي قاعدين يخدموا بها توا، لانه مشكلتنا مشكلة تفعيل قانون. تعرفش معناها تفعيل قانون؟ معناها قانون الارهاب اللي صادقوا عليه في اوت 2015 اللي هو قانون عدد 26/2015 وصحح عليه سيد رئيس الجمهورية، يلزم يطبق بحذافيره. إذا كان تطبق القانون هذايا بحذافيره بدون أيدي متراخية بيد حازمة بدون معناها مراعاة للظروف يطبق بشدة، أنا نأكد لك أي وزير يشد وزارة الداخلية باش يلاقي النجاح. يكفي تطبيق القانون بحذافيره. في مرحلة ثانية نعملوا استراتيجية عمل بعد تطبيق القانون هذية، جي استراتيجية عمل وإصلاح جذري لوزارة الداخلية في طريقة هيكلة الإدارات فيها باش يتسهل العمل متاع سيد الوزير والمديرين القائمين. أنا نأكد لك المديرين اللي موجودين توا والسيد الوزير اللي شتى واللي هو سي مجذوب باش يلاقي النجاح ويقطع الإرهاب من جذوره، لأنه الأمنيين اليوم تعطيهم القانون، عنا الكفاءات اللي تنجم اللي هي تعرف شكون إرهابي ومحينين وضعية الإرهابيين يجتذوه من جذوره بتطبيق القانون فقط. لكن اليوم نلقاو القانون مش قاعد يطبق. أنا نعطيك مثل في القانون. اليوم مثلا العائدين من سوريا اللي قاعدين يدخلوا يروحوا لديارهم، قانون الإرهاب يكفي باش تكون انضميت التنظيم داخل تراب التونسية الجمهورية التونسية أو خارج تراب الجمهورية التونسية تزج في السجن. الكلمة ليك.